للحديث عن الحالة الوبائية في المغرب معنا ضيفنا لأخبار ما بعد المنتصف الدكتور شكيب العراقي الأخصائي في علاج أمراض الجهازية التنفسي. دكتور العراقي، أولا ما هي قراءتك للأرقام المعلنة لحالة الإصابة بفيروس كورونا في المغرب مقارنة بعدد حالات الوفاة؟ العدد الناس اللي معلم عليهم بأن عندهم هذا الوباء ما يمكنش تكون الحقيقية، على قاش ما تنديروا تشخيص لجميع الناس. 80% ديال الناس اللي تصابوا بهذا الفيروس ما تيحسوا بوالو ولا بشي حاجة قليلة، ما غادي يمشيوش يديروا لهم تحليلات، حيت كما كان التحليل والتشخيص غالي. إذا هذاك العدد اللي تعطيه غير عدد الناس اللي كانوا حسوا براسهم عيانين بزاف ومرض بزاف باش مشاو داروا تحليلات، وما هذيك ماشي متعنوش على الحقيقة. والعدد ديال الناس اللي تيموتوا ماشي بزاف، ولو هذوك الاعداد تيبان لكم بزاف قارنوا راسنا بفرنسا ولا باسبانيا ولا بالطليان، حنا احسن منهم. خصك تعرف بان الناس في الحاله ديال هذا المرض هذا 80% تيجيهم المرض ساهل وما كاينش عنده شي مشكل، ولكن تتبقى واحد 5% ولا 6% اللي تيدخلوا في المرحله الثانيه ديال هذا المرض وتيكون عندهم واحد الالتهاب عام ديال الذات ديالهم كلها، وما تيبقاش الفيروس تيقتل تيموتوا هاد الناس بداك الالتهاب ديال الذات ديالهم كامله. ولو الاطباء والطريقه باش نعالجوا احسن طريقه، ولكن الكمال الله هذوك الناس يكونوا عندهم بعض المرات امراض واحده اخرى مزمنه، وهاد 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 الالتهاب العام ديال الذات كله صعيب باش تنتصر عليه. ولكن كما كان الحال العدد ماشي شي حاجه كبيره بالنسبه للاشكال اش وقع في الدول بحال اسبانيا ولا ايطاليا ولا فرنسا نيت. طيب دكتور، ما هي خطوره هذا الفيروس، فيروس كورونا المستجد؟ خطوره هذا الفيروس الكورونا هو الوقت فين تيدوز من المرحله الاولى تي كل واحد عنده غير واحد التهاب في القصبات الرئويه نوع ديال زكام 80 او 85% ما كاين حتى مشكل، داك الخطوره ديالو هو داك 5% اللي تتبقى ولا 6% اللي تيدخلوا في البنمونيا ديال الكورونا. وهذيك البنمونيا ماشي غير الكورونا يديرها، هذيك الذات ديال الانسان تدير واحد الالتهاب في الرئه وتيوقع واحد التنفس واحد ضيق تنفس، حيت الرئه ما تبقاش تنفس ما تيبقى فيها التهاب كامله، ما تبقاش غير في الجعبه الريه تيدخل للرئه، حتى هذاك تيوقع مشكل ديال لاسفيكسي واحد بحال الخنق، واحد تيتخنق وتيكون هذا هو اللي صعيب في هذا الفيروس. وعاوتاني صعيب فيه وتنتشر تيدوز الانسان الاخر بواحد الطريقه كبيره، واحد لا كونتاجيوزيتي فيه عاليه بزاف، هذا هو اللي خطير فيه. ما هي في نظرك احسن طريقه للحد من انتشار هذا الوباء في بلادنا الان؟ احسن طريقه باش نقصوا من هذا الوباء هو اللي دارت الدولة المغربية، والحجر في المنازل، واحد لو كونفينمون اللي اجباري، وهذا باش ينقص من داك الانتقال ديالو لشخص الى اخر، هذه الاولى. وثانيا من بعد الواحد يتلقى واحد مع واحد خص على الاقل يبقى بعيد عليه مترو ولا اكثر. ثالثا هو النظافه، غسل اليد بالاخص بالماء والصابون، الماء والصابون فهو احسن من كثير ما داك لو جيل هيدرو الكوليك، احسن من كثير حيت الماء والصابون ما تعطيش الحساسيه، وداك الجيل هيدرو الكوليك يمكن يعطي الحساسيه. الغسل بالماء والصابون في كل وقت كل وقت كل وقت. الماسكات بلا كنتي قريب لشي واحد اللي تتعرفو مريض وتا هو يدير الماسك، ولو الناس ديال 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 الطب وديال الصيدليه وديال الناس ديال الصحه كلهم دايرين الماسكات، وهذه هي الطريقه احسن طريقه باش نقصوا من هاد العدوى الكبيره ديال هذا الفيروس الكورونا. شكرا لكم دكتور شكيب العراقي الاخصائي في علاج امراض الجهاز التنفسي. في